مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من عيش صح. دايما بنسمع ان اي واحده عندها نزيف في الرحم وبقالها كتير وبتعاني منه كتير وراحت لدكاتره كتير، كل الدكاتره تقريبا بيجمعوا او بيحاولوا يجربوا ان هم يدوا الاول شويه علاجات، شويه مسكنات، شويه حاجات نسيطر بيها على الموقف، لكن في الاخر كله بيجمع ان احنا لازم نعمل عمليه ونفتح البطن علشان نعمل استئصال للرحم. طبعا كلمه عمليه دي كلمه لوحدها مرهقه ومتعبه نفسيا، في ناس كتير قوي بتخاف من فكره العمليه والبنجو واني افتح بطني علشان اشيل الرحم، يعني في ناس تقول انا افتح بطني اجيب بيبي اسهل ما افتح بطني اشيل الرحم. الناس دي بتكون وصلت لسن الياس، بيكون حتى جسمهم يعني ما عندوش قدره على ان هو يستحمل عمليه ويستحمل الفتح الجراحي والخياطه والافاقه والحاجات اللي بعد العمليه دي. النهارده هنتكلم على دور مهم جدا 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 وهو دور المنظار الجراحي في استئصال الرحم. المنظار الجراحي طفره سمعنا عنها في مجال الطب كبيره جدا في الفتره الاخيره، سمعنا عنها في مجالات كتير قوي، لكن النهارده هنتكلم عنها بصوره مختصه شويه بامراض النساء، لان معايا النهارده منورني دكتور مش زي اي دكتور، هو دكتور متخصص قوي 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 في الكلام اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، وهو رائد في مجاله كمان لان هو موجود بدون اي منافس في الحاجات الحلوه والحلول السليمه اللي هنتكلم عنها النهارده. رحبوا معايا بالدكتور الاستاذ الدكتور احمد راجح، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري وجراحه المناظير، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، رئيس مجلس إدارة مستشفيات دار الأم. دكتور أحمد راجح أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا منورنا بيك. يا دكتور. شكرا. دكتور شبعنا وزهقنا من كتر ما بنروح لدكاترة، الناس طبعا المصابة بالنزيف أو تكرار النزيف، إن إحنا نقول عمليات وفتح بطن، عمليات وفتح بطن، وإحنا للأسف الستات خاصة يعني بتخاف على نفسها قوي، وبنخاف قوي من فكرة العملية، وبنخاف أكتر من فكرة فتح البطن. النهاردة بقى يا دكتور عايزة حضرتك تقول لنا بقى الطفرة الرهيبة اللي دكتور أحمد راجح يعني متميز بيها بدون أي منافس، هي المنظار الجراحي. إزاي بقى بنستخدم المنظار الجراحي في 6-7 دقايق كده زي ما حضرتك كنت لسه بتقولي إن إحنا نحل المشكلة دي بدون أي فتح جراحي في البطن؟ بداية طبعا يعني إحنا ما بنلجأش لاستئصال الرحم، عشان اسمع بس، ألا لما تكون السيدة نفسها تقول يا دكتور أنا شبعت أولاد. تمام. انا شبعت ايه؟ حاجه نقطه مهمه جدا يعني. عداتك دي. نقول احنا شبعنا اولاد. نتكلم بقى في اللي جاي. اقول انا شبعت اولاد ومش عاوز اولاد تانية خلاص. فانا عندي اورام او عندي مشاكل او عندي نزيف وجايه لك النزيف ما بيتحكمش. فبنديها بعض العقل معينه لم تستجيب السيده، لان احنا لم نلجا لاستئصال الرحم الا بعد استكمال الاولاد. اوكي. يعني حتى بعض الناس بتكون فيها لسه اصبري شويه احملي مره واثنين لسه في المره يعني. انا شبعت دكتور عندي 6 اولاد عندي 5 اولاد. تمام. لا يا دكتور 5 و6 كتير قوي يعني كده مفيش تحديد نسل خالص يعني. 5 و6 اولاد بنقول الناس 5 اولاد بنقول خلاص انا شبعت اولاد فعاوز ايه احسسها. هنا كان لابد ان احنا نعمل تدخل رهيب جدا سريع جدا ان احنا ننقذ الناس من الجراحه فتح البطن. فهنا كان ان احنا طبعا من زمن بقالنا النهارده 14-15 سنه بنعمل استئصال للرحم بدون فتح البطن. اوكي. ببضع دقائق صغيره بفتحه، شو رحم كبير قد حجم الكمتريه وعليه ورم الحجم مره او اتنين، بنعمل له استئصال. طب ازاي الدكتور بتطلع ده؟ لا، لنا طريقه معينه. بيطلع بطريقتين، اما طريقه بنعمل بيتفرم ويطلع، لاما بننزله من المهبل تحت خالص، لان احنا بنشيل الرحم استئصال كامل. بنلجا في استئصال الرحم في غضون بضع دقائق قليله. بضع دقائق قليله بيكون الرحم ده موجود خارج السيده. تمام. وبنعمل قفل للمهبل من تحت بغرز صغيره جدا باستعمال المنظار البطني. تمام. هنا طبعا السيدة وفرنا عليها ايه؟ وفرنا عليها مدة التخدير طبعا، مدة التعرض لرعاية مركزة، مدة ان لو عندها مشكلة في التخدير في قلب او في حاجة او في سكر او في ضغط، فخدت دقائق 10 دقائق 12 دقيقة 15 دقيقة. دكتور الاهم من كل ده كمان خوف فتح البطن نفسه طبعا، يعني دي لوحدها مشكلة. الجرح الواحد يعني انا عشان ارجع اعمل جرح تجميل لسيدة بعد كده بيكلف شيء كبير جدا. ان ازاي تعاني من فتح البطن، انا نفسي يعني ايه بتضايق اول لما اشوف جرح في سيدك.
لان انت عارف السيدات هم اجمل حاجه في الوجود. طبعا اتفقنا كده. النص الحلو طبعا احنا دايما متفقين. لا مش النص يعني. هو التلتين الحلو. ايوه يا دكتور انت حلو قوي يا دكتور. منصر للستات دكتور احمد. لا الستات يعني السيدات هم اجمل حاجه في البيت بامانه، فلازم تحافظ عليها كويس جدا، لازم تحافظ على رونقها وشكلها عادي جدا. تمام. مهم جدا بالنسبه لنا الشكل الجمالي طبعا، طبعا عشان مهم النفسيه جداً. كمان هي حتى نفسها تبقى مهتمه بنفسها طبعا، فلازم نحافظ عليها كويس. فمن ذلك لما نيجي نعمل استئصال لاورام توكلنا عليها كتير اكياس للامر طبيعي، هو الجديد بقى استئصال الرحم اللي احنا بنقوله يا جماعه صحن كامل بالمنظار عن طريق المنظار البطني. تمام. بنخش بحاجتين رفيعين، فتحه صغيره نص فتحه نص ملي ونص ملي في الجنبين وفتحه في الصور نفس الحكايه. بنعمل استئصال للورم من تحت من مهبل بدون فتح البطن تماما. جميل دكتور احنا معانا فيديو يا ريت حضرتك توضح لنا عليه اكتر. بصوا يا جماعه ده دخلنا البطن اهو. ده المنظار يا دكتور. دخلنا البطن موجود و دخلنا المنظار. وبنعمل دلوقتي استئصال بآلات معينة. طبعا الآلات اللي بتستعمل في جراحة استئصال الأورام شايفين؟ تمام. ده آلة بتقطع وتفصل. آلة بتقطع الأوعية الدموية وبتفصلها على طول. أوكي. دي آلة معينة جدا حساسة قوي، جهاز معين بنطور آلاته بسرعة بسرعة جدا. فده بنفصل الأوعية الدموية. بصي 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 ما خلاش. بصي ادي ادي خلصنا جنب. دقيقه قوي يا دكتور. بسرعه بشوف ادي ادي دخلنا على ده اكبر حته موجوده تخوف اللي احنا بنفصلها دلوقتي اللي هو الشريان، اكبر شريان داخل الرحم. بنفصله بطريقه ازاي؟ فصل اهو داخلين فصلنا ناحيه خلاص اهو. شايفين يا دكتور عليها. اي نزيف ولا اي نقطه دم؟ مفيش نقطه دم يعني. بصي دي بتتكلم على ايه؟ مفيش نقطه دم. صحيح احنا شايفين ده. اذا نقطه دم جت تعرفي ان انا هبدا بقى ارتعب. في حاجه غلط. ده انا دخلت عمليات بعض الناس دم ايه يا جماعه؟ مفيش حاجه اسمها كده. النهارده انا راجل قوي بعمل عمليات قويه، لازم اكون انا راجل يعني ايه عندي مسؤوليه رهيبه جدا ان مفيش نقطه دم تنزل من سيده. نقطه طبعا. نقطه واحده هتشوف الفيلم عامل ازاي؟ كل ده اهو ده دخلنا على الناحيه الثانيه من الرحم عشان بنفصله. ادي بنفصل وبيقطع. طب ليه خد واحده قبليه وواحده بعديه؟ عشان ناكد على اللي هيفصل منها. تمام. يعني بي 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 في جزء بيفصل. ده مش كي يا جماعه، ده مش كي. شوف ده مش كي، الكي بيخلي النزيف يطلع. ده اله معينه حاجه زي الهرمونيك بتطلع بتفصل بتقفل وتحل الاله الثانيه بتعمل نفس الموضوع وتفصل. أوكي. عشان اثبت على الاوعيه الدمويه ان انا ابقى شغال كويس جدا. شفتي انا كده خلاص في السبيل ان انا بنهي عمليه استئصال الرحم. احنا يا دكتور زي ما شفنا يعني اقل من دقائق. ده هو كل الموضوع هيخرج يعني الرحم دلوقتي قدامك. مش بنفصل دلوقتي بالجزء طبعا بنسلك المثانه وننزلها تحت خالص وبنفصل الاوعيه الدمويه من ناحيتين. شايف الرحم بقى سايب اهو، الرحم بقى سايب خلاص. خلاص الرحم في ايه؟ فكل ده قدام الناس اهو عشان دي المثانه. بنفصلها بننزلها تحت بننزلها اهو. دي في التصاق. الست دي كانت عامله قبل كده قيصريات. ففي التصاق في المثانه، المثانه طالعه فوق. تمام. ده انا بنزل المثانه تحت. طب يا دكتور ده لو كي بيعمل حرق في المثانه بينزل دم. صح. ده مش قد كي خالص. انا بنزل دي اللي انا مسكتها بايدي الشمال دي المثانه شوفي رفعتها، واللي انا ماسك بايدي اليمين ده بفصل وبنزل جدار المثانه لتحت عشان استبعد المثانه بتاعه البول عن الرحم. تمام. دي لو انا بفتح مشكله كبيره جدا بتقابلني، بناخد مشكله في الجراحه. شوفي فصلناها وبننزل المثانه حلو بطريقه معينه ونفصل الاوعيه الدمويه كويس جدا. شوفي الناحيه خلصت. هذا طبعا مفيش نقطة دم نازلة. تمام. احنا دكتور فعلا شايفين الفيديو يا جماعة. الميزة أنا بقول للناس، أنا مراتي دخلت بتعمل منظار بطني. آخد مراتي دخلت ربع ساعة، آخد فيديو ربع ساعة. احنا اتفقنا على موضوع السي في. آخد ساعتين. آخد ساعتين. تمام. ليه؟ ما آخدش أنا مراتي قاعد ساعتين جوه وآخد الفيديو نص 10 دقايق. صحيح. ما ينفعش. احنا بنشوف كل حاجة على الواقع اللي حصلت. الواحد عشان كده بقول احنا في دار الأم بنعمل إيه؟ شوفني. ادي العنق الرحم بيتفصل اهوت وبنفصل الرحم كامل.
رحم هيطلع قدامك دلوقتي يعني. طبعا انا بقول للناس خلي بالكم ان انا مرات زوجتي دخلت العمليات ساعتين اخد الفيديو دي عشان اشوف مدى اللي حصل داخل عمليتي. تمام. زوجتي دخلت عمليات ربع ساعه اخد الفيديو بربع ساعه. طب دكتور لو انا عندي مريضه كبيره مثلا في السن شويه عندها سكر عندها ضغط عندها سيوله في الدم عندها اي فيروس المنظار الجراحي امان مع الحالات دي ولا ممكن يكون في اي ضرر؟ لا ما انا بعالج السيوله كويس جدا لكن انا الضغط سكر لان انا باخد بضع دقائق في التخدير. تخيل بضع دقائق في التخدير يعني واحده بتتجرح جرح صغير جدا واجي اشيله. شوف استاذ رحم ادي خلصنا شوف اهو بنفتح ده عنق الابيض ده هو عنق الرحم. الابيض ده شوف هيطلع الابيض ده عنق الرحم شوف يعني تمام الابيض اللي احنا فصلناه ده من جدار المهبل. جدار المهبل ده اللي بتحصل فيه معاشه زوجيه. شوف هنطلعه اخر حاجه فيه ده الفيديو ده لسه معمول النهارده على فكره ده دي حاله معموله النهارده الصبح معموله قبل ما اجي وجايبين حلطون من الحلقه والدكتور جايب لنا السي دي معايا اهو يعني عشان بقول لكم انتوا بتاخدوا كل ما هو جديد عندنا دكتور احمد رحمه واحنا ده شوف ادي الرحم اهو انتهى اتفصل ده اللي تحت اللي على اليمين على الشمال ده جدار المهبل اللي فوق ده كله اللي على اليمين ده الرحم انا كده فصلت هرفع الرحم بقى لفوق ادي فصلته من قدام هرفعه لفوق وهشده من المهبل كده انتهت العمليه تمام ادي اتفصل اهوت الابيض دوت ده اخر جزء في استئصال الرحم الموجوده همسك الرحم ده من المهبل بطريقه معينه طبعا انا لو ما فيش حاجه زنقه من تحت من المهبل الضغط بتاع البطن الهواء او الدنيا اللي انا بنفق بيها البطن هتطلع هتلاقي جدار البطن حصل له كولابس اتقفل والعملية بتاعت وقفت باظت طبعا فلازم لازم هنا اهو شوف فصلنا الرحم خالص اهو الرحم تمام شوف هيطلع رحم فصل يعني اهو ما شاء الله يا دكتور يعني الدقة بضع دقائق مفيش دم في دم؟ لا طبعا احنا شايفين الفيديو مقطوع منه حتة انتهت فصلنا الرحم تماما اهوت وهبدا ان انا اشده من تحت واخد غرزتين في جدار الرحم اهو باخد الغرز اهي مكانها تمام بقول للناس ادي يا جماعه ادي المهبل فصل شدينا الرحم من تحت وادي الابره الموجوده مدخلينها عشان ازعل كده تقول يا دكتور الابره دي استعمال الابره دي تقنيه عاليه جدا تمام ان انا استعمل الابره واخيط بيها جدار المهبل من تحت وارفعه لفوق عشان ما يحصلش ان جدار المهبل ده يسقط لتحت وتيجي للست بعد كده تشتكي تقول يا دكتور انا عندي سقوط في المهبل صحيح عندي سقوط في جدار المهبل فوق ما عالجنا حاجه وبوظنا حاجه بالظبط كده تمام فالست بعد الفيلم خلاص دي العمليه خلصت وخدت السي دي وشوف نقطه دم موجوده لا مفيش حاجه خالص موجوده تمام ادي وبنخيط الخياطه دي طبعا مفيش حد بيعرف يعملها تمام دي تقنيه عاليه جدا ان انا اخيط داخل البطن بالطريقه ديت في ناس بيقول لك ايه بخيطه من تحت معلش ايه لما اخيط حاجه من تحت هتبقى واطيه هسيبها يحصل سقوط لكن لما تخيط من جدار البطن من قلب البطن بقدر ارفع بقدر ارفع السقف بتاع المهبل بحيث ما يحصلش فولت برولابس بتاع الرحم اللي هو سقوط في سقف الرحم. طيب دكتور كل ست النهارده بتشوفنا عندها مشكله في الرحم خلصت ست ساعات بتروح خلصت لا السيده نفسها بتروح تخيل السيده عم خلصت عمليه بعدها نص ساعه ما تعتبرش عمليه يا دكتور يعني واحنا كده ساعه عندنا تقعد نطمن عليها معتوه يعني خالص مش عمليه خالص بتاخد بعضها وياخدوها والله السيده عندنا روحت بعدها بتعملين بس عليها عشان اشوفها ادوك خد بعضها وروحت. طيب دكتور عايزه من حضرتك بقى دلوقتي نصيحه اخيره لكل ست بتشوفنا النهارده عندها المشكله دي وزي ما قلنا اهم حاجه انها تكون شبعت من الاطفال خلاص مش ناويه تجيب اطفال تاني علشان طبعا احنا كده بنكون يعني عمرنا ما هنجيب اطفال تاني احنا بنشيل الرحم فعايزين نصيحه بقى سريعه من حضرتك اول حاجه النصيحه جايه منين؟ ان كل الجراحات الموجوده ما عدا القيصريه اي جراحه موجوده تسال الست عن مدى جراحه المناظير في هذا تمام استئصال اورام استئصال اكياس حتى استئصال الرحم اللي احنا عملناه ده اقول للسيده ما تستسلميش لفتح البطن غير الولاده تمام انا بفتح بخش الولاده بفتح فتح البطن لكن لازم تستشيري دكتور واثنين بخاصه في الاكياس الموجوده على المبيضين في الاحجام المعينه دي بسهوله جدا ان انا ممكن استأصلها بطريقه معينه في جراحه المناظير واستئصال الرحم حتى
بجراحه النظر. دكتور وقتنا خلص النهارده، انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه وعلى السي دي الجميل اللي احنا شفناه النهارده، اثبتنا بيه واقع كلام حضرتك. يعني النهارده ما كناش محتاجين نتكلم اكتر من اللي احنا شفناه. نورتنا يا دكتور النهارده. مشاهدينا خلصت دلوقتي فقرتنا، اتكلمنا النهارده على مشاكل استئصال الرحم، واتكلمنا ازاي احنا بنستأصل الرحم دلوقتي بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا زي ما شفنا النهارده، ونبعد خالص عن الجراحه. استنونا فقره جديده من عيش صح.